ارتحيتي شوية عبد القادر؟ الحمد لله، راه السفر طويل شوية وخاص الواحد يستعد ليه مزيان. الحج رحلة تعبدية تتحتاج إلى جهد بدني كبير، خاص الحجاج يدربوا قصد التحمل، وأسهل وأفضل رياضة هي المشي. شنو هادشي اللي في يدك؟ شي ماكلة ناكلوها ملي نوصلوا إن شاء الله. راه ممنوع نديو معانا الماكلة في بوالز، وهي ضرب التماري على والو. ومنوع نديو معانا الآلات الحادة بحال الموس والمقص والبوطة صغيرة والريشو ديال الضو، راه حتى هو ممنوع. قول لي البالز موجودين؟ راني وجدت الحوايج ديالك وديالي، حيت ما خصناش نتعداو جوج الباليزات للواحد، والوزن المسموح به لكل واحد فينا. وكتبت عليهم سميتنا وعنواننا والتليفون ديالنا باش الا تلفوا يلقاهم دغيا. وشنو هاد السيكان الصغار؟ هادو فيهم الباسبور والبيي ديال الطياره ولاكارت ناسيونال وفوتوكوبي ديال هادشي كامل، ونزيدك حتى النسخه الاصليه العقد الزياد والدفتر الصحي حتى هما درتهم. وفكرني ندي معايا الدواء ديالي. كوني هانيه ما نسيتوش، وحتى الفلوس اللي مسموح بها ديرتهم في الصاك. الصاك الصغير ديالكم او الحقيبه اليدويه اللي تتوزع من طرف وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه او الوكالات السياحيه اللي راكم جايين معاها، ضروري تكون معاكم فيما مشيتوا، وهي اللي خاصكم ديروا فيها الوثائق، الفلوس، وحتى الدواء ديالكم.